أنا الاقتراح أنا قدمته في النقطة الاثنين، وأيضا أعدت بعد ما أبطل المجلس أعدت في بداية دور الانعقاد الأول أني أيضا يعني قدمت هذا الاقتراح مرة ثانية. احنا كلنا نعيش يعني نشوف الوضع الإقليمي اللي قاعد يحصل حوالينا في دولة الكويت. أصبح السلاح متداول بأيادي يعني شباب صغار وبنوعيات يعني لو نقول احنا اللي هي بنادق صيد او غيره، لكن حتى وصلت له اسلحه ممكن تكون قاتله ويعني موديه للناس، تستخدم في الاعراس، كانت تستخدم يعني ممارسات شبابيه كانت. ففعلا وايضا بدا يعني الخوف ان قام تحصل اي مشاجره بين اثنين راح ياب سلاح، وكل يوم نقرا بالجرايد هالامر هذا. يعني هذه أرواح مواطنين، إذا إحنا كمشرعين ما نلتفت حق أهم شيء اللي هو المحافظة على الأمن والاستقرار وعلى سلامة المواطن وأيضا من يعيش على هذه الأرض سواء كويتي أو غير كويتي. فكان هذا يعني الجانب الرئيسي أمانة في أني أكون في المبطل اثنين أن أقدم هذا. لكن بعد زيادة التوتر الإقليمي و الأحداث اللي قاعد تصير حوالينا في الدول اللي حوالينا، كنت مصر ويوم قدمت وكنت متابع، يعني يمكن ما طلع بالصورة اللي أنا كنت أبيها، يمكن طلع بصورة أفضل أو أني أنا قدمت أفضل، لكن بالأخير الهدف الرئيسي اللي هو اللي احنا وصلنا له أن احنا فعلا يكون هناك في قانون رادع لأي من يحتفظ بأسلحة. شفتوا كلكم سمعتوا عن آخر شيء الخلية، يعني حجم الترسانة. برايك لو أنه كان في قانون أقر من قبل لجمع السلاح كان راح يسيطر على الموضوع هذا، أو أن هذا موضوع وايد مختلف تماماً؟ هذا أن مختلف. عمل إرهابي ما له علاقة في قانون جمع السلاح. حجم الأسلحة ونوعيتها تكون واضحة، حجم الأسلحة ونوعيتها أيضاً، لا مو هذا مو قضية جمع السلاح. يعني قانون جمع السلاح في البداية لما حطيته وشرعته ابتدى كمقترح وطلع في قانون بأنه كان فقط القصد أنه ما تصير جرائم فردية، يعني حتى لو جرائم فردية أو حتى يكون في يعني واحد فيه محتفظ بالأسلحة، هنقول من الغزو صحيح، رشاشات، دخائر مالت الرشاشات، قنابل يدوية ممكن كانت فيه موجودة، كان يفترض أنه يسلمها خلال الفترة اللي هو الفترة السماح اللي حطتها وزارة الداخلية، ومشكورة كانت تبعث مسج يومي حق المواطنين تنبههم أنه ترى باقي هالكدر سلم سلاحك، باقي الكدر سلم سلاحك. الحملة يعني برايك انها نجحت، حملة جمع السلاح؟ جدا جدا، واللي قاعد تشوفين الحمد لله انخفاض معدل الجريمة بالنسبة للسلاح. لكن هذا يختلف ايضا، ارجع عن موضوع الخلية، لان السلاح اللي وجد وايضا يعني الخرائط وايضا نوعية السلاح، واحنا نقول الحمد لله رب العالمين هذه الكويت دائما الله سبحانه وتعالى حافظها لأنها أهلها وشيوخها ناس طيبين. يعني بالتأكيد أن القضية اليوم في إيد القضاء، وهو بالأكيد أنه راح عن بصر وبصيرة. نعم. يتمحص الأدلة الموجودة، القضاء سيتخذ إجراءاتها القانونية الصحيحة، والسلطة القضائية لها كل تقدير واحترام، يعني ومن المؤكد أنهم حريصين في تطبيق القانون على 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 أي شخص يعني يريد في البلد سوء أكثر ما احنا نكون حريصين، وننتظر احنا يعني شنو يقول القضاء